أحباء المتابعين أهلا بيكم. دلوقتي هنقدم لكم طريقة تخزين المشمش. هجيب كيلو مشمش، ربع كيلو سكر، ربع عصير ليمونة. هخلط المشمش طبعا بعد ما اشيل البذر منه مع السكر والليمون، احطه على النار لغاية ما ياخد غلوتين تلاتة كده. بعد كده هطفي عليه واسيبه يبرد. هحضر برطمان نضيف خالي تماما من المية والرطوبة، هحطه في البرطمان، هقفل كويس وأحطه في التلاجة بالهنا والشفا بعد كده في الاستخدام لأي حاجة تاني.